بالتوازي مع تقدم قوات العمالقة المدعومة من التحالف العربي في الساحل الغربي والتي أسفرت عن تحرير مطار الحديدة من ميليشيا الحوثي، يتقدم الجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء. مصادر عسكرية أكدت تحرير قوات الجيش العديد من المناطق الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وقالت المصادر إن سلسلة جبال الذرة الاستراتيجية أضحت بيد الجيش. ووفق موقع سبتمبر نت، فإن الجيش خاض مواجهات عنيفة مع الميليشيا أسفرت عن تحرير قرن ودعة. وأوضح الموقع أن مواجهات أخرى أدت إلى تحرير مناطق المدفون. وكشفت مصادر عسكرية عن قيام ميليشيا الحوثي بتلغيم الكثير من المواقع التي كانت تتمركز فيها بهدف منع تقدم الجيش الوطني، لكن وحدة نزع الألغام التابعة للجيش نجحت في تجاوز تلك الألغام ونزع الكثير منها، وهو ما أتاح لجنود الجيش تطهير الكثير من المناطق الهامة. تحرير قرن ودعة أتاح لقوات الجيش فرصة التوجه نحو سلسلة جبال الرباح، وتفيد المصادر العسكرية عن قصف عنيف بالمدفعية على مواقع تحصن الميليشيا في تلك الجبال بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة للميليشيا. خسائر كبيرة في الآليات العسكرية لميليشيا الحوثي وسقوط الكثير من عناصرها في المواجهات الأخيرة في جبهة نهم في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية فرار بعض مسلحي الحوثي باتجاه صنعاء.